هاد المباراه ديال ليبيا كتجي في وقت حرج، كان ممكن تدوز مباراه كاي مباراه عاديه، لكن كما نعرف هناك جانب غير رياضي في هذا الاسبوع، والامر كيتعلق بالصور ديال لاعبين المنتخب وهم يدخنون الشيشه. هذه المساله اللي عاودت طرحات المشكل ديال عدم انضباط ديال لاعبي المنتخب. واولا سلوك مشين وغير مقبول من لاعبين يعتبرون كدعامه اساسيه في المنتخب الوطني المغربي. ذكروا فقط العميد مهدي بن عطيه، والمهاجم يوسف العربي. دونك هادو لاعبين اللي قدوه لعدد كبير من اللاعبين اللي يلاه التحقوا بالمنتخب الوطني المغربي، وبالتالي كان خصهم يعطيو صوره ايجابيه وانضباطيه على معسكر المنتخب الوطني المغربي. ولكن كاين ممكن نقول له طرح اخر، لانه هو كيف ما بغى يكون الحال فهو سلوك مشين وغير مقبول، ولكن تبقى في اي سياق. بلاتي كان هناك من يعيب على الجامعه انها طردات جوج اللاعبين ديال المنتخب الاولمبي بذريعه انهم كانوا كيدخلوا في وسط الغرف ديال الفندق ديالهم واثناء المعسكر، وقالت بانها يعني هنا وجه تحذيرات للاعبين المنتخب وقال لهم يعني ما خصكمش تقوموا بهذا الفعل هذا لانكم كتمثلوا المنتخب وما تعاقبوش. هذه المساله ديال الكيل بمكيالين، لاعبي المنتخب الوطني الاول نجوم في مقابل الطرد ديال جوج لاعبين المنتخب الاولمبي. شوف المنتخب الاولمبي ضبطوا وهم يدخنون الشيشه في غرفه بالفندق وسط المعسكر وبملابس المنتخب الوطني المغربي، الملابس الرسميه، وفي الغرفه ديال الفندق اللي مقيم فيه المعسكر وفي يوم من ايام المعسكر. اذا بحال تقول لي هذا وهذا السيد خدام وارتكب سلوك مشين اثناء القيام بالعمل ديالو عكس المنتخب الاول. اذا المنتخب الاولمبي هاد اللاعبين لا، ولكن حس كتكلمي على منتخب اول راه ماشي. انا جيت نشرح لك، هضر العميد. انا جيت نشرح لك المنتخب الاول لاعبين كانوا خارج المعسكر في يوم ديال الراحه ديالهم ارتكبوا هاد السلوك لا اخلاقي، خصو عقاب. راه ماشي ما خصوش عقاب، ولكن ما تنظنش انه يوصل للطرد، فخصو عقاب. هذوك اللاعبين ارتكبوا هذا السلوك هذا بالفندق. انا مدرب ودخلت الغرفه ديال الملابس او الغرفه ديال الفندق عند اللاعبين ديالي ولقيتهم تيدخنوا شي مباشره الطرد. ولكن الى وصلتني صور مرور الكرام امين بلاتي. افترضوا اليوم غنخسروا، افترضوا لا قدر الله اليوم خسرنا امام ليبيا، الجدل اللي غيرجع، الجدل اللي غيرجع في الراي العام وفي كل شيء هو ها المشكل علاش خسرنا؟ عدم انضباط، ماشي حتى خسر بلاتي. نكمل لك الفكره، المشاكل الاخرى كاينه اللي في المنتخب. نكمل لك الفكره، عاوتاني نرجعوا لنقطه الصفر. تقولنا غنمشيو نيشان مع غونار، تقولنا نتائج طيبه، صافي المنتخب تقادات المسائل فيه، دابا عاوتاني نرجعوا لنقطه الصفر. ماشي حتى نخسروا عاد نرجعوا لنقطه الصفر. قلت لك دخلت الفندق عند اللاعبين ديالي لقيت الشيشه غادي نخرج كل شيء برا، ولكن الى هاد اللاعبين انا نعطيهم يوم راحه ومشاو ارتكبوا سلوك مشين غادي نعاقبهم عقاب اخر غير الطرد، ممكن غرامات ماليه، ممكن توقيف، ممكن احاله على المجلس التاديبي. بلاتي هادشي ما كانش، حنا تنتظروا من بعد المباراه نشوفوا واش يقدر يكون هادشي هذا. ولكن الخطير هو كيفاش هاد الناس غادي يتعايشوا مع بوطيب. خالد بوطيب لاعب اجاكسيو اللي هو اللي سرب الفيديو اللي خرجت ولا الصور، يعني كيفاش لا العربي لا فوالا كيفاش هاد الناس ما كيتكلموش الان مع بوطيب. اذا قبل ما نوصلوا للمباراه اشنو الجو اللي غيكون داخل المعسكر ديال اللاعبين؟ اذا هذا مشكل خصو حل، ولكن انا ضد انه يتم طرد اللاعبين من المعسكر لانه ارتكبوا سلوك خارج على النطاق النظام الداخلي ولكن خارج المعسكر. اللي ارتكبوه داخل المعسكر الطرد. طيب الايام القادمه هي اللي قلنا الاجابه على هذه المساله. انا معك دابا في البرنامج ودرت سلوك غادي يطردني، ولكن الا درته برا الزنقه غادي يطردني. ممكن تاخذ حق العقوبه، ممكن غرامه. انا قلت لكم ما كتكلموش على لاعب جديد في المنتخب، ما كتكلموش على لاعب حسيات، كنتكلموا على العميد، على القدوه ديال هاد اللاعبين كاملين، على اللي كيتسمى ولكن ماشي الطرد في المنتخب. ماشي الطرد، متفق معك يتاخذ قرار ولكن ليس الطرد. ممكن